الأصمعي شيخ العربية وحجة الأدب، هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي البصري اللغوي، راوية ثقة صدوق وإمام في اللغة والغريب والأخبار والأنساب. ولد في البصرة سنة 123 للهجرة، وقدم بغداد في أيام هارون الرشيد. أتقن الأصمعي تجويد القرآن على أبي عمرو بن العلاء البصري أحد القراء السبعة، وهو شيخه في سائر علوم اللغة والأدب، وأكثر من لازمه من شيوخه، وممن ثقف عنهم علومه عيسى بن عمر الثقفي والخليل بن أحمد الفراهيدي. روى عن الأصمعي بن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي واليزيدي ويحيى بن معين وإسحاق بن إبراهيم الموصلي وغيرهم. أحب الأصمعي اللغة حباً ملك عليه شغاف قلبه، فارتحل إلى أعماق البوادي يشافه أرباب الفصاحة والبيان من الأعراب الأقحاح، حتى إنه قلما يقع المرء على كتاب في التراث يخلو من خبر للأصمعي مع الأعراب. لعل أجل آثاره الأصمعيات، وهو اختيارات شعرية انتخبها من عيون الشعر العربي، تصور الحياة الأدبية أدق تصوير في عاداتها وأفكارها وتقاليدها. وقد صنف الأصمعي مصنفات جمة، أبرزها غريب القرآن، خلق الإنسان، المقصور والممدود، وكتب الأضداد والألفاظ واللغات ونوادر الأعراب وغيرها. مات الأصمعي رحمه الله في خلافة المأمون في البصرة سنة 216 للهجرة.